كنا رايحين على الجامعه وحتى متاخرين، وكان في مشي طلاب وموظفين طالعين على دوامهم بشكل طبيعي، فجاه تم اطلاق النار على غفران. كانت ماشي بشكل طبيعي وبتعرضش ولا باي خطر، ومع العلم كانت بقابل بيوم جاي تجهز اوراق الها لانها بتعمل في الماجستير وطالعه ايضا على دوامها. تم اطلاق النار عليها، منعونا نقرب عليها بالمره، وحاولنا نيجي نسقفها صار يطخ علينا رصاص حي بالهواء ومطاط بشكل مباشر، ولما تمكنا من نصل الها منعونا نقرب عليها، وصار يضرب علينا ايضا قنابل الصوتيه والرصاص المطاطي، ومنعونا نيجي اصلا ناخذها للاسعاف لما وصلت الاسعاف، واحنا سرقناها سرقه منهم. كان شيء مواجهات ولا شيء؟ كان بشكل طبيعي الساعة 8 صباحا والطلاب عندها امتحانات وجامعات، لا في مواجهات ولا اي شيء، وكانت بعيدة عنهم ماشي بشكل مباشر يعني في طريق.